الحاله ديالو كان مريض اصلا، هو في هاد الشده اللي تخرج منا قبل ما يتشد كان اصلا مريض، كنا ديما شي عام وتيهرب لينا تيطج، امو تتشي الزرده تتبقى تقرا عليه القران حتى الصباح، وتيطيح على 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 الراس ديالو، على عين كفاه تيطيح على ظهرو وتيتمغط وعينيه تيوليو خارجين، ما تتفهمش فيه شي حاجه. هذاك السيد مريض مرضا خايف، ما عرفتش واش من واحد طيحه كان طاح اخويا في هنا في تيقولوا لها هذيك سميتها هذيك مريزيكه، هذيك البلاصه ديال هكا، هذيك البلاصه ديال مريزيكه اللي كاينه تيقولوا لها الطريبعه، ما طاح على راسو وانا ما في راسي. جات واحد الدري هنا والدرب قديم تيعرفوا صاحبه، قال لي راه ولك راه طاح، وعاد صيفط للمراه مشات داو السبيطار عطيتها الراميد، انا حيت ما كان عندي والو ما عندي باش نساعدو، كل ما كانت عندي ديك الراميد هي باش ساعدات امو باش دخلوه للسبيطار، ولا كارت ديال امو هي باش دخلوه للسبيطار باش داواه، ومن هذيك الضربه بقى شويه تبدل ليه العقل ديالو. شنو انتم فاش سمعتوا الاخبار اليوم؟ ولا في هذا المرض هذا اللي بحال هكا تيبقى عليه بحال هكا، هذا الشيء ديال العصب. كيفاش انتم سمعتوا الاخبار؟ ما انا عادي، انا كنت خدام، انا كنكاردي هنا في هذه البلاصه طوموبيلات، ما في راسي حتى شي حاجه. جا ولدي قال لي يا ودي راه ولدك راه واقيلا تخاصم، سمعت جا قال لي شي واحد، قال لي راه تخاصم مع شي واحد، قال لي راه الدار، قلت له قول لي اش كاين، قال لي راه ما عرفتش باقي لحد الان ما عرفتش، انا خدام ما عرفتش هذا الشيء. قال لي يا ودي راه الدار، راه ولدك راه الدار، قلت له راه الدار راه واقيلا يقدر يتصالح، راه عرفتي يلا خرج، وركتي انا موصيه ما غيقدرش يتخاصم مع شي واحد، ويلا خرج من الحبس ما يقدرش ثاني غيحاول يبغي يرجع للحبس، كان راه ما غيضاربش. شنو السبب ديال الشده ديالو؟ السبب ديالو تخاصم مع واحد الدري كانوا ضربوه وضربوه، حتى هو ضربوه. ما عرفتش كانوا تيشدوه ملي تيدوز هذا سميتو تيبقاو يدفلوا عليه وداك الشيء، وما عرفتش واحد النهار كانوا تحاموا عليه شدوه ما دوروه مع جوج ولا ثلاثه، هي باش ضربوه حتى هو انتقم منهم على حسب الضربه اللي ضربوه. بالنسبه لهذا دابا اللي يعني اللي قالوا قتلوه، يعني واش كان عنده معاه شي علاقه ديال صداقه؟ كان بيناتهم شي؟ لا ما كاين حتى شي حاجه، كان في الدار راه كان ناعس هو في الدار، خرج جا عندي انا قال لي نتغدى الوالي، عطيته باش يتغدى حدانا تما، قال لي قلت له ولدي انت تغدى وشويه سير الوالده ديالك غتجي. فعلا اصلا مورا جات وتلاقى معاه وقالت لي نطيب لك شويه البيضه ولدي، وهذا قال لها لا انا غنمشي ندير، قالت لي الوالده سير دابا انت خارج، قال انا غنمشي ندير شي ساندويتش هذا وغادي ونجي. هي باش جا عندي انا قلت لها انت ولدي سير باش تغدى، عطيته باش يتغدى، قلت لي سير تغدى وضرب دوره راه امك غادي تجي، وسير رجع للدار ما تخاصم مع حتى واحد ما تتعدى. حتى سمعنا من ورا هذه ويجي عندي واحد الدري ما تنعرفو مسكين، انا دابا حاليا ما عقلت حتى هذيك الدري اللي جا. قال لي يا ودي راه ولدك راه قتلت السيد وهالي كاين وهالي كاين، انا ما فراسيش هادشي ما عرفتش هادشي، زيد في 96. يعني دابا نتوما كطالبوا بالتخفيف؟ تنطالبوا ليه الله سبحانه وتعالى يخفف عليه، حتى هذاك السيد مات الله يرحمه وهو مفقود، حتى هو يعني راه بحال مات انسان اللي غادي يضيع راسو في الحبس بواحد 20 عام ولا 30 عام، راه يندن راه هو مات ما بقاش عنده المستقبل ديالو في الحياه ديالو. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.